أكد وزير النقل هشام عرفات أن هناك خطة عاجلة لتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، وخلال تفقده لخطوط المترو الثلاث أشار عرفات إلى أن تكلفة تطوير الخط ستتكلف حوالي 26 مليار جنيه، حيث تشتمل خطة التطوير على نظم الإشارات والتحكم المركزي وأنظمة الاتصالات. كما أشار وزير النقل إلى أنه تم التعاقد على 850 بوابة تذاكر جديدة للخطين الأول والثاني بالمترو.